يلتف زائرو المعرض الدولي للكتاب على دور النشر المتفرقة التي تستقبل الزائرين في أجنحة تضم إصداراتها وشارتها المميزة عن بقية دور النشر، أجنحة ألفوها ككل سنة وأخرى اجتهدت في تقديم أناقة وفخامة لجنباتها. C'est comme ici par exemple la foire Hanaya, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui par rapport à avant qui ont changé. Le design, la forme, l'exposition des livres, comment les exposer. Masha'Allah, haja mliha. إذن أنا لاحظت في خلال تواجدي في هذا الصالون الدولي مع الكتاب أنه فيه تنويع، فيه يعني تطور من حيث تقديم المادة، يعني الكتاب، طريقة وضع الكتب في الرفوف، ديكور الذي يتعلق بدور النشر صار مختلف. تعد حلة الجناح من بين الأمور المهمة التي تندرج في تسويق كتب الدار على اختلاف مضامينها. بيان سور كل حاجة للإنسان إكسبوز، يعني تكون كتاب ولا أي حاجة، l'exposition, c'est-à-dire le design ou il y a une technologie maintenant. On parle de technologie pour comment exposer sa matière. Et quand je dis sa matière, que ce soit un livre. نصيبو يعني لوك خاص بها، يعني صار في يعني دور نشر الآن صارت تنوع حتى من الديكور وطريقة وضع الكتاب، مما يجذب يعني هذا الزائر، يعني زائر لمعرض الكتاب. بين دار نشر وأخرى يختلف الاستقبال ومعه يختلف المظهر. ألم يقول زمان أن العين تعشق قبلاً؟